عقاب قولوا لا اله الا الله. السلام محمد. ايه عندي بارود. عندي والله مارود. اي والله عليك. انا جاني تهديد ابتزاز. شر بس تهديد ابتزاز. هذه فقره نقد لو ايش ذا؟ ها اللي برا برنامج برا برنامج ما يضرب قدام الملا. نعم والله اني صادق. هذا ايش وين يبون يصلون؟ كلها تهديدين. والله انا اتمنى اي كلها برا برنامج. انا اتمنى اترك الدوشه يتدخل الموضوع هذا. لا اللي هو فالمعيان ابتزني وعز ابتزني. ما حد يقدر يبتزك بالربع. هالعن وش هو؟ عن شيء برا برنامج ماكو شغل فيه. داخل برنامج غير. نعم انا هنا متسابق. انا متسابق انا هنا في ذمه تركي الدوسري وفي ذمه سعود العتيبي. يا سلام. انا في ذمه الاثنين وانا فوجيهم. لا الف لا يسار. شوف هذا معياني. انا اتمنى اخذ الاجراء مع فهد معيان وعزيز. انا اشوف يا ابو هراضي وانت اعلم مني. شوف هذا وين قدام الشاشه. اسمع اعطيك معلومه. كيف اللي خلف الشاشه؟ ان فقره النقد اعطيناها اكبر من حجمها. جدا والله. اقطع يا الوالد ما يخالف. هذا خصم علي. خصم علي. هذا خصم علي. لا شبابك شغال. تلقى ان حجار صراحه. هذا بنق فهد معيان اعطاك بنق. فقره النقد كان اشوف انها اخذت اكبر من حجمها. شفت المفروض انها لا تطرا في جلسه مثل الجلسه هذه. شفت وننبسط. انت يا ابو راضي كبير يا اخي بس ما اعطوه فرصه يتكلم. لا ابتزوه ابتزني ما اعطوك فرصه تكلم. لا وثاني شيء انا ايش اقول؟ ثاني شيء اتهموني اتهام باطل. ايوه اتهام من التلفون وما صدقوني بعد. انا حلفت بالله مرض وطيري. وش هو على تلفون مسعود بن شهود. انا لازم مسعود بن شهود. انا كنت موجود معك. يدخلون في الامر هذا. طيب كنت موجود. هذا موجود برا. يوم اعطاك الجوال برا حطه بهول. يجيب جوالي من عنده هول. سلام عليكم. طيب انا بعطيكم معلومه. خذ التلفون. فقره النقد. رديت فقره النقد يا جماعه. مساله تشد لي واقطع لك. والله رياكشنات كل واحد يعطي رياكشنات. يعني بالعربي يجيبون الواحد المتسابق. دقيقه بنعطيك فرصه. خلنا اسالك سؤال معين وجاوب عليه وبنعطيك فرصه. لا خلصوا الاسئله ذي. هم يبغون يصلون للاجابه اللي هم يبغونها. مو بالصحيح ولا الحق. لا هم يبغون يصلون الاجابه اللي هم يبغونها. يبون يكذب. اي بالضبط. لا يطلع محشوم. لا والله يبون يحشوم ولا يقول لا يبغونك يطلع. اسمع انا اعلمك. يبغون يطلعونك باسوء صوره. مو طافي. انت معي؟ معك. يبغون يطلعونك باسوء صوره. بعدها توكل. فانا ارى ومن هذا المنبر اقول نسوي عصيان جماعي على فقره النقد. يطلبون احد يلا عشان تعرف قيمه المتسابق. لولا المتسابق ما نجحت فقره النقد. صح. فاذا ما احترمتني شفت وقدرتني انا كمتسابق ما راح اجيك. بصفتك لين تعرف قدري وقيمتي بعدها اجيك. كلام كبير من ابو عيد. ترى بكره تسكر غرفه النقد ما ادري باب الكوشك ما ادري ايش. احمد النيف يوم ما جاهم دوروه لين طلعوه وياه. شفت والله اني صادق. يعني انت اذا ما احترمتني يا اخي ما نبجعك. تكلم لين تقول بس ما راح اجيك. اذا احترمتني وعرفت قيمتي كمتسابق على خشم اجيك. اما طال عمرك ولا اقول الحقائق. مثال ساكر العزيزي. يعني انت مخطئ يا رجل مخطئ. انت وجه ما لك الا تعتذر. شفت اقسم بالله العظيم اني اسمع بالبجاحه ما شفتها الا ذاك اليوم. شفت طبعا يعني اسكوتر كلنا ندري. شفت انه منطول. شفت بيننا ما ندري من هو. ناصر الحربي يقول كل شيء لكم. يا رجل اترك. لو ما قال ناصر الحربي سكوتر منطول. لو بلقى شفت سكوتر هنا منطول انا هنا واف ركبته وقمت اتمشى عليه. شفت ساعد تقول ماخذ سكوتري ولا وخربان مزعجنا هالغرف كل شوي طن 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 طن. بغيت اكسره. انت شلت هذاك. انا شلت بغيت اكسره. فهمت؟ تجي تقول انت ماخذ سكوتري خلاص انا اخذ سيفك. ما هذا منطق. انا جاي عشان دخوليه وانت سكوترك لو مو بخربان ما طلته عندنا. صح. فهمت؟ فشيء يعني اذا اخطيت يا اخي انت قدوه. اعتذر. انت قدوه. الان النقد قدوه. والحقيقه يعني ودي ان علي الغامدي في البدايه قدم مقدمه ليته عليها. في البدايه اعتذر بعدها قام يعز يطبل لهم. مصيبه والله مصيبه. فانا اعلم من هذا المنبر مقاطعه فقره النقد الى ان يعرفون قيمه المتسابقين. تدخل السريع من عبد الله. لا شوف يا شباب حضر السلطان اللي يجي اسلم وانت عينك. انا عندي اختلاف في وجهات النظر صراحه. ايه؟ انا ارى فقره النقد مداحم روس. تدخل عليهم تدلي بدلوك وتواجه رجال ولا حسيت ان المكان هذا مكان غير محترم
وقف وقل يا رب أنا قاعد أحس بتقليل احترام، أما أنكم تضبطون نفسكم ولا أنا ترى راح أشري باحترامي ودي، تبي تسنعون أموركم ولا لا؟ قسما بجلاله العظيم إن ما سنع أمورهم أمسك الباب ولا تدخل أنه يتقفل الباب، الفكرة ما فيها أنا ما أبي أن جمهورك أو جمهور أي واحد فينا أن لا دعوك الناس يقولون ليه خوينا ما طلع، حتى لو كان فيها ظل تطلع وداحم رجال. اي بس ابو انا فاهم عليك انهم مو معطينك وسيله للرد، يعطونك صادم. انت تدري شو اسوي فيهم انا لو ان احد مثل ما سالها بسكت يقول يلا الحين جاوب ليه؟ بقول يا ولد لانك تعطيني فرصه. لا لا جاوب، لا لا جاوب كذا هم كذا. بقول اسمع انقطعتني انا رجال ماني مكمل معك اليوم. طيب انت جاوب، هذا اسلوبهم، انت جاوب. انا اعطيتك سؤال جاوب. الفكر تفضل يا ابو مرعي. الامر الثاني اخر شيء، قول ان انت الحين اذكرك بشيء ما هو زي وتهمه باطله نفس ما صار معاي وصار مع اكرم واحد وما دخلك كفشه ترى ما طلبك. لا تضايق، تدري ايش تسوي؟ والله اني مبسوط. يخلص كفشه، يخلص الفلاش باك ترى هي ساعه بلي او ساعه ونص، هم قاموا خلونا ساعتين. اي ساعه المحور واحد، كل واحد يتميل واحد. خلصت فلاش باك، خلصت فلاش باك. السلام عليكم ابو باظه، القاطي بالقانون، ابي ادخل كفش ترد. ترد ولا حد يزعجك. صح، لا حد يزعجك، مرودك اللي تبيه خلاص. سلام عليكم، هذه قوانين اللعب. حلو. انا ارى، اسمعوني، ممكن تعطيه بعد اذنك يعني يا ابو عياش. حلو. ارعوا بنسمعك بس نجم الاسبوع يعني.